أهلا بكم. إذا بدنا نساوي مقارنة بين الأديان من ناحية كثرة المناسبات وقلتها، ومن ناحية امتياز بعض الأديان عن غيرها من حيث أهمية والبركة والمكانة، رح نلاقي أنه عدد المناسبات وعدد الأيام والمواسم الدينية عند المسلمين أكثر بكثير من باقي الأديان، وهذا الشيء طبيعي لأن الإسلام آخر الأديان وأكمل الأديان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين شامل لكل جزئيات الحياة، بيهتم بالإنسان ذكرا كان أو أنثى، طفل كان أو شاب أو رجل كبير، لكل مرحلة من مراحل حياتنا أحكام وتعليمات خاصة فيها. وهذا الشيء عجيب إذا لاحظنا اهتمام هيدا الدين بأدق التفاصيل اللي بنحتاجها بحياتنا، وبترتبط بوجودنا وعلاقتنا بالمحيط والبيئة يلي منعيش فيها. منشوف مثلا تأكيد ملفت للنظر على تقليم الأظافر، بس اليوم منشوف النساء مثلا بتحب تطول أظافرها. إذا دققنا شوي منلاقي إنه الإسلام محيط بهذا الجانب أيضا. فالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول للرجال قصوا أظافيركم، بالمقابل يقول للنساء تركنا من أظافيركن إنه أزين لكن. لكن اللي حاصل اليوم فعلا هو إنه نساء المسلمين في الأعم الأغلب اليوم بيتفننوا بتطويل الأظافر وتلوينها بشكل يجذب الانتباه، بصير سبب للوقوع في الحرام. في كلام لإمامنا الصادق عليه السلام بيقول فيه: أخفى مكان يمكن أن يختبئ فيه الشيطان تحت الأظافر. والظاهر من كتير أحاديث أن الشيطان يتواجد دائما بالأماكن يلي يتجمع فيها الوسخ. لذلك يقول الإمام أيضا: من آثار تقليم الأظافر يوم الجمعة الوقاية من الجذام والبرص والعمى. وبيقول أيضا لأصحابه: إذا شفته ما في داعي لقص الأظافر لأيتوا قصيري، يعني عليكم ماذا أن تبردوها. طبعا الإسلام بيعطي ليوم الجمعة اهتمام خاص جدا. الجمعة عيد من أعياد المسلمين كما تعرفون، واسمه بالأخبار اليوم الأزهر. فيه تأكيد شديد على الغسل والتزين ولبس أنظف الثياب. كان أمير المؤمنين عليه السلام يعتبر تارك الغسل يوم الجمعة عاجز، بيقول لواحد من المتكاسلين: إنك أعجز من تارك غسل الجمعة. والأكثر إثارة للاهتمام الأجر الكبير يلي سبحانه وتعالى بيجازي فيه الشخص يلي بيقلم أظافره أو بيرتب شواربه بيوم الجمعة. والإمام الصادق عليه السلام: يلي بيقلم أظافره بقص شواربه كل يوم جمعة له بكل قلامة ظفر وبكل مجموعة شعر أصهم من شواربه ثواب عتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. صار كبير أن يحرم الإنسان نفسه من هذا الثواب العظيم بسبب الكسل أو بسبب عدم الانتباه. يعني في بعض الناس، لكم أن تتخيلوا ذلك، يدخلون الحمام يوم الجمعة ولكن ما بينوي غسل الجمعة، وهذا نوع أوضح من أنواع الخسارة. طبعا في بعض الناس بيستغرب وما بيتقبل أنه يكون أجر تقليم ظفر يساوي عتق رقبة من أولاد إسماعيل عليه السلام، وبصير يقول لك شو خص هيدي بهيدي ومن هالكلام. أو مثلا بصير يناقش بالحديث يلي بيقول: من مسح على رأس يتيم فله بكل شعرة مرت عليها يده قصر في الجنة مما لا عين رأت، إلى آخر الحديث. وبيضل لاحقك شو خص هيدي شو خص هيدي. هيدا المسكين عنده شبهة ما منتبه لها، هي قياس الآخرة على حياته في هذا العالم أي الدنيا، في حين أن القياس هنا مش صحيح، لأن الدنيا عالم محدود والآخرة عالم غير محدود. بصرنا وسمعنا وكل حواسنا اليوم محدودة، وبمجرد أنه ننتقل إلى العالم الآخر رح تتغير قدراتنا البصرية والسمعية. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بهيداك العالم أي عالم الآخرة، الشجرة الواحدة تحمل أنواع الثمار. بيسأل أحدهم إمامنا الصادق عليه السلام: شو هي الشجرة اللي أكل منها آدم عليه السلام؟ بيقول الإمام: هونيك الشجر في أنواع من الثمار، مش مثل الشجر يلي عنا بهيدا العالم. في تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي من يفسر الآية الكريمة: يفجرونها تفجيرا، بكلام في غاية الروعة. بيقول الإنسان بس بده يختار مكان يسكن فيه بهيدي الحياة الدنيا دائما بيكون قريب من الماء مثلا، أو عادة يعني لازم يكون في نهر، عين ماء، بئر صالحة للاستعمال، أو أي شكل من أشكال توفر المياه. لكن هناك في الآخرة الماء تابعة لإرادة الإنسان الساكن في الجنة، هو بيختار مكان العين، هو بيرسم الدائرة بإيده فينبع منها الماء. هذا يعني يفجرونها تفجيرا. إذا ما بقى لازم نتعامل مع الأخبار يلي بتحكي عن الثواب والعقاب بمنطق شو خص هيدي بهيدي، لازم نرتب أمورنا ومعتقداتنا قبل ما نستغرب ونرفض ونحن عنا جاهل بالموضوع. يمكن شوي بعدنا عن موضوعنا، لكن ممكن نرجع
وبذكر لكم بعض الأيام يلي فيها نفحات ربانية إذا استثمرناها بشكل جيد رح تتبدل حياتنا وتتغير أحوالنا. الله سبحانه وتعالى أعطانا الكثير منها، أعطانا شهر رمضان، أعطانا ليلة القدر، وأعطانا ليلة العيد ويوم العيد كذلك، وأعطانا فرصة الوقوف في عرفات والوقوف أمام الكعبة المشرفة، وأعطانا فرصة زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته كذلك، وزيارة قبورهم وروضاتهم عليهم السلام. مش بس يلي ذكرتهم، لا، بقلنا بترجعوا كما ولدتكم أمهاتكم. ما أكرمك يا رب وما أروع سفرتك وما أعجزنا عن معرفتك، ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. دمتم سالمين وإلى اللقاء.